انا دكتور تامر عبد الباقي، استشاري جراحات السمنه بكليه الطب جامعه اسكندريه. سعيد جدا بنجاح البيكيني سليف، التكميم البيكيني. اللي ما يعرفش تكميم البيكيني، هي فكره ابتكرتها من اكتر من 5 سنين، ان انظر للتكميم المعده من منظور الجمالي. ان التكميم العادي بيجرى ب5 فتحات على البطن، تكميم البيكيني جات لي الفكره ان اخبي الفتحات دي كلها، اخليهم 3 صغيرين ما يعدوش نص سنتي عند البيكيني لاين، فبالتالي ما يكونش في اي اثر للجراحه بعد التكميم المعده. سعيد جدا ان علاقه اعجاب مرضى مش بس في مصر ولا في الدول العربيه، من كل حته في العالم بيجي لنا اسبوعيا مرضى من اوروبا ومن انجلترا ومن ايرلندا من ويلز من فرنسا ومن المانيا وبرتغال. سعيد جدا ان معايا فريق قدر يشرف مصر ويشرف الطب في مصر، وبدا يجي لنا العيانين من كل حته في الدنيا وبيثنوا على الخدمه اللي بنقدم لهم، سواء الفريق الجراحي، فريق التخدير، المستشارين كلهم اللي معانا، مستشفى كمؤسسه. مش بس استفادة كبيرة قوي للمستشفى والفريق كله، لا كمان انا شايف استفادة كبيرة قوي السياحة، ان المرضى دول بعد خلال يومين بيبقوا عند الاهرامات وعند ابو الهول ويروحوا مكتبة اسكندرية ويقدروا يزوروا معالم مصر كلها. مش بس استفادة للسياحة، كمان تنشيط للفنادق، الفنادق كلها بيروحوا في القاهرة وفي اسكندرية وبيرجعوا يحطوا الصور عندنا في الجروب ويوروا لقرايبهم واصحابهم في بلدهم، وكتير قوي بياخد صوره حلوه عن مصر ويبتدوا يتشجعوا ويجوا اكتر. كتير منهم بيرجعوا تاني يقولوا لا انا هجيب ابني وهجيب اهلي بيتفرجوا اكيد على الاهرامات وعلى كل المعالم السياحيه. سعيد وفخور ان احنا بنعمل حاجه بسيطه بس ممكن تكون لها اثر كبير قوي، وسعيد ان حاجه لمصر وتشرف مصر. يا رب دايما.